السلام عليكم أعزائي المشاهدين، تقبل الله طاعتكم. أجواء معتدلة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تنشط على فترات. لاحظنا اليوم أعزائي المشاهدين أمطار متفرقة في معظم دولة الكويت، مناطق دولة الكويت كانت رعدية على بعض المناطق، وفرص أمطار الخير أعزائي المشاهدين مستمرة معانا إن شاء الله حتى يوم السبت، وأيضا فرص الغبار مستمرة معانا حتى يوم الأحد، ممكن تدني مدى رؤية الأفقية في الأيام المقبلة. إذا نوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة في الطرق السريعة. تعرف على تفاصيل أكثر التواصل العالي في مدينة الكويت، أجوانا معتدلة ورياح جنوبية غربية سرعتها 6 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 29 درجة مئوية، رطوبة نسبية 35%، الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو. ليلة أجوانا معتدلة وأيضا الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة 21 درجة مئوية في مدينة الكويت، أما جزرنا الشمالية وأربع بوبيان وفيلتشا ما بين 21 إلى 25 درجة مئوية. في مساء الغد أجوانا تميل للحرارة وأيضا متوقع نشاط في الرياح الشمالية إلى شمالية شرقية قد تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة، مثيرة الغبار على بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة، وفرص أمطار الخير أيضا مستمرة معانا حتى مساء يوم الغد، قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى أعزائي المشاهدين إن شاء الله ما دون 40 درجة مئوية. مدينة الكويت قد تصل إلى 34 درجة مئوية في مساء الغد، أما المناطق الشمالية والشمالية الغربية من دولة الكويت السالم الشقاية قد تصل إلى 33 درجة مئوية. الأجواء البحرية إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا، وارتفاع الموج من 2 إلى 6 أقدام. المواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 4، موعد شروق الشمس في الساعة 5 22 دقيقة، أما غروب الشمس وموعد أذان الإفطار إن شاء الله في الساعة 6 14 دقيقة. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله لاحظ من متوقع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، وفرص الغبار مستمرة معانا حتى بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله على بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة، ونشاط الرياح ما بين 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وفرص أمطار الخير مستمرة معانا حتى يوم السبت، قد تكون رعدية أحيانا. ونلاحظ أعزائي المشاهدين درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية في مدينة الكويت، بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية، ولكن متوقع اعتدال الرياح الشمالية الغربية ويخف الهواء يومي الاثنين والثلاثة ما بين 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أعزائي المشاهدين لا نزال في فترة السرايات والتقلبات الجوية السريعة والحادة من أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، وأيضا فروق درجات الحرارة خلال فترات الليل وأيضا خلال ساعات الصباح الأولى. إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.